احنا سايبين بعض بقالنا كتير، بس انا كل يوم ببص عليه على الفيسبوك وعلى الواتساب بلاقيه عايش حياته عادي جدا وسهران للصبح اونلاين، وانا عارفة هو بيبقى سهران بيكلم مين. اللي غيظني انه بوظ لي حياتي وهو حياته ماشية تمام ومبسوط، وانا اللي حياتي وقفت. لما بنيجي ننهي علاقة بتكون مشكلتنا الكبرى مع ألم الفقد، مش كلنا بنقدر نواجه الألم ده ونستوعب ان العلاقة دي واجب انها تنتهي في الوقت ده، وبيكون عندنا شوية تساؤلات من نوعية يا ترى هو حبني ولا لا، طب هو كان بيستغلني، طب هو كان بيضحك عليا، طب هو مشي ليه، طب هو بوظ حياتي. الحقيقة ان النتيجة واحدة في الآخر، ان هو خد القرار بنفسه وبكامل مسؤوليته وبإرادته انه يبعد. ايا كان المبرر لده فده عمره ما هيريحني، حتى لو عرفت الإجابة الحقيقية، لو عرفتها برضه مش هيريحني كتير، بل بالعكس اني هفضل طول الوقت بلف في دواير وبتعب نفسي والشخص التاني مش حاسس بيا تماما. والأسوأ من كده اني بفضل اتتبعه في كل حتة واقعد ابني سيناريوهات وهمية ان انا عارفة كل حاجة عن حياته ومتابعة تماما هو بيعمل ايه، والسيناريوهات دي غالبا ملهاش علاقة بالحقيقة ولا بالواقع، بس بتتعبني انا اكتر وبتضايقني زيادة. لو بفكر انهي علاقة محتاج استوعب ان الالم اللي جوايا ده مشاعر طبيعية محتاجة اعيشها واسمح لنفسي بوجودها عشان اقدر اعديها بسلام واعرف اعيش حياتي وابدأ من جديد.